بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحدوث عن والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. تحياتي كابتن ايمن، نورنا كالعاده. الحمد لله، تحياتي لحضرتك وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب كابتن علاء عبد الرحمن والكابتن هاني العجازي. نورنا كابتن. تحياتي لكل الساده طبعا المشاهدين. في البدايه مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد. استاذنك بس قبل ما نكمل كلامنا مع حضرتك، دلوقتي عندنا كنا بنقول قبل الفاصل قفشه وحمدي فتحي الاثنين تقريبا من نجوم المباراه، نسبه تمريراتهم هنا 95% و95%، ولو عايزين نختار نجم للمباراه النهارده قفشه ولا حمدي فتحي؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه. كابتن علاء محمد. مجدي. كابتن عادل قفشه. كابتن هاني قفشه. يبقى قفشه هو نجم المباراه اليوم. ونرجع لك تاني يا كابتن ناصر. تمام يا كابتن ايمن، بنقول طيب مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد. مباراه طبعا الكل استمتع بيها، مباراه واداء لاعبين حاجه جميله جدا، نتمنى ان شاء الله باذن الله الكره المصريه في تقدم في الفتره اللي جايه. النهارده كابتن ايمن قبل ما نتكلم على المباراه بنقول هل درجه صعوبه المباراه هل هي كانت صعبه ولا متوسطه ولا سهله؟ انت معاك كابتن شريف، دي مهمه جدا احنا كحكام وكمقيمين لما نيجي نقيم الحكم بنشوف المباراه كانت صعبه ولا متوسطه الصعوبه ولا كانت سهله. فانا من خلال تقييم المباراه النهارده ومشاهدتي ليها، هي هذه المباراه مباراه تعتبر صعبه على سلم الترتيب. النادي الاهلي عاوز يوصل النهائي، النادي الاتحاد عنده نفس الهدف. نتكلم في الاحداث والاختبارات التحكيميه كابتن عادل اللي مر بيها طاقم التحكيم، دي بردك بتصعب من المباراه. بنتكلم في النتيجه بتبقى ماشيه 1-1 2-1، دي كمان بتبقى فيها صعوبه اكتر. النهارده هذه المباراه بتندرج تحت درجه الصعوبه العاليه. كان طاقم التحكيم اللي موجود النهارده محمد معروف الحكم الدولي، حكم من الحكام الواعدين الصاعدين، كان معاه على الخطوط الحكم المساعد الدولي المونديالي كان محمود ابو الرجال، المساعد رقم 2 كان سمير جمال. الحقيقه طبعا كانوا النهارده طاقم التحكيم بالكامل خاصه المساعدين كانوا امتياز. وعندنا الحكم الرابع طبعا كابتن عبيد السيد من منطقه الجيزه. ونروح لغرفه الفار، حكم الصاعد الواعد الدولي محمود السوقي، وكان معاه محمد يوسف من منطقه الغربيه. طاقم التحكيم بالكامل كابتن عادل، بنقول الفار وطاقم التحكيم في الاون فيلد هم طاقم تحكيم واحد. يعني هنا لما في تعاون ما بنقولش الفار لوحده والحكام لوحديها، لا، الفار النهارده بيكمل الحكام والحكام بتكمل الفار.